شو صار بعرس شيرو شهد؟ شاهدوا المزيد من التفاصيل. كان عرس شيرو شهد كتير سريع وجميل، لكن ما خلي من الدراما. فالبداية هو رد نارين بيوتي على الإشاعات حول أنه في خلاف بين والدها وخطيبها رامي، فرامي سكر تم الكل اللي كانوا عم يحكوا عنهم، ونشر ستوري هو عم يرقص مع والد نارين وأخذ صورة معه مؤكدا أنه علاقته بوالد نارين كتير منيحة. أيضا نشر ستوري مع العريس شيرو ونفوا كل الإشاعات الكاذبة. وتداول الجمهور أيضا أنه في خلاف بين باسكال وعائلة البيوتي، حيث باسكال صديقة نارين المقربة واللي ما كانت متواجدة في العرس. أيضا باسكال ما نشرت ولا ستوري لتبارك فيه للعرسان زواجهم، وزعم البعض أنه باسكال كانت حبيبة شيرو السابقة. أيضا علق البعض على أنه إم كي عنده خلاف مع الجميلة سيدرا بيوتي، وهن عاملين أنفولو لبعض على الإنستغرام. وإم كي ابن خالة أسامة نشر ستوري كل عائلة البيوتي ما عدا سيدرا. والخبر الحصري هو أن اليوتيوبر غيت مروان قام بوضع لايك لشيرو عم يبارك له زواجه، وغيت كان من أوائل المشاهير اللي حط لايك على بوست عرس شيرو شهد. تركوا لي رأيكم بخانة التعليقات. بحبكم، بشوفكم بالفيديو الجاي.